أعربت فرنسا وبريطانيا عن استيائهما من استخدام روسيا حقَّ النقد الفيتو ضدَّ قرارٍ في مجلس الأمن الدولي يدين الهجوم الكيماوي الذي شنه نظام الأسد على بلدة خان شيخون وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند أن موسكو تحمي حليفها بشار الأسد بشكل منهجي فيما أكد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أن الفيتو يظهر حجج روسيا الخاطئة بشأن الهجوم